خلينا نتكلم على اغلى البطولات واهم اللحظات اللي كانت لايمن اشرف في النادي الاهلي. انت جيت بقى وبدا طوفان الانتصارات والنجاحات وعوده البطولات للنادي الاهلي. طبعا يعني الجيل بتاعنا كان محتاج، يعني كنا خدنا دوري والسنه اللي قبليها، وكنا محتاجين ان احنا ناخد افريقيا، يعني كان من اغلى البطولات طبعا بطوله افريقيا 2020، يعني طبعا بتاعه القاضيه كانت بطولة هي الأغلى طبعا. وتاني بطولة بعديها دوري 2019. 2019 تاني بطولة بعد القاضية. بعد القاضية اشمعنى؟ الدوري، لأن كان أنت كنت بعيد جدا عن البطولة، وكان فرق بينك أيوة الأول صحيح، ده كان فرق كبير. صح 11 صح بونت وكنت بعيد يعني أو جدا، وكان في حرب بقى مش دي جوه. جوزي كان لا كان لاسارتي كان لاسارتي لاسارتي كانت بطولة، يعني كان في حرب بره وجوه ده كان في ناس ساعتها تقول لك الاهلي ضمن البقاء في الدوري الممتاز، الحمد لله كده ايوه ضمن البقاء في الدوري بالظبط الممتاز. كده. صح وكان في حرب بقى كلام وحرب افعال وحاجات بتحصل، فكانت الامور كانت صعبة وقتها جدا. وانت كنت وقتها خارج من افريقيا بهزيمة قاسية، فكنت محتاج انك تعوض تفرح الجمهور في بطولة الدوري. انت حققت البطولة بعد عمل شاق جدا. وانت حققتها قبل النهايه باسبوع او اسبوعين كمان ساعتها يعني يعني. كانت صحيح. من الاخر خالص، فكان ليها فرحه حلوه جدا يعني. بطولة الدوري 2019 2019 حلو، وبطولة القاضية دي 2020 بالنسبة لك دول من اغلى اتنين. عايز، واحنا يعني من الناس اللي كنا متفقين معاهم يجي في اسبوع القاضية كان أيمن، بس طبعا ظروف الماتشات هناك وكان في ماتش الأهلي والبنك الأهلي فقلنا مش من الذوق ولا من اللائق إن احنا نستضيفه، هم كان عندهم ماتش الأهلي. لكن فرصة أسألك عن القاضية واستعداداتها وظروفها، احنا خلصنا اسبوع القاضيه لكن السنه بتفضل طول عمرها قاضيه يعني ما تتنسيش، خاصه ان انت قلت ان دي من اهم الذكريات بالنسبه لك. طبعا يعني كل جمعه بنفتكر القاضيه يعني. لا يعني ليها احاسيس مختلفه عن اي بطوله، لان هي بطوله جت بصعوبه جدا، في حتى في من اول بطوله في دور المجموعات انت عديت بصعوبه برضو، والادوار اللي بعد كده كانت ماتشات قويه جدا، فوصلت النهائي طبعا فريق كبير زي فريق نادي الزمالك طبعا. نعم. فالفرحه بتبقى فرحتين، وانك ما خدتش البطوله دي من 7 سنين قبليها، فطبعا والجيل ده كان محتاج ان هو ياخد البطوله دي. كابتن شوبير يعني كان محتاج كان محتاج البطولة ياخد دي. البطوله ديت، لان الجيل ده كان تعب يعني قبليها، وشاف يعني حاجات مش كويسه، يعني نتائج مش كويسه، وكان محتاج ان هو يفرح ببطوله كبيره بس زي دايما دي. كانوا بيقللوا منكم ساعتها، بيقول لك هتعملوا ايه قدام زيزو بن شرقي وفرجاني ساسي والنجاز واسماء، طبعا اسماء طارق حامد اظن اسماء كبيره في نادي الزمالك، كان دايما فيه يعني ايه تقليل من شان لاعيب النادي الاهلي، وحد راح عند النادي الاهلي وعلى يافطه اوعى تنام مش عارف السوبر بكره مش عارف ايه القصص والحاجات دي، كنت بتقابلوا الكلام ده ازاي؟ بالعكس يعني الكلام ده كان بيحفزنا اكتر يعني، تحفيز. بيحفزنا اكتر يعني. بالنسبه لنا احنا لعيبه النادي الاهلي لا تقل فنيا، اسماء حتى لا تقل عن يعني وقتها اسماء نادي الزمالك. بالعكس احنا كان اسماء اللعيبه اللي موجوده كلها اسماء كبيره، وكان ده بالنسبه لنا الحاجات اللي كانت بتحصل قدامنا، كنا بناخدها بجانب ايجابي يعني، ان احنا كحافز. كحافز طبعا، انك بتحارب على البطوله ديت تفرح جمهورك وهتركب يعني. الجيل ده ركب يعني لحد النهارده الجيل ده راكب يعني. امتى حسيت ان المباراه دي رايحه طول الوقت رايحه وجايه؟ امتى حسيت بقى ان المباراه دي بتاعه النادي الاهلي؟ بس الاوقات الصعبه داخل المباراه كانت الاوقات ايه؟ الصعبه كره حسين الشحات، حسين الشحات اللي في القائم. يعني اول ما ضاعت انا زعقت جامد فيه، فياسر كان واقف جنبي قال لي ايه ده ايه ده، انا والله هنكسب والله. ياسر فياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم. فانا يعني قلقت شويه، قلقت شويه بصراحه، لان هي كانت سهله جدا. جول مفتوح. الجون مفتوح، جون فاضي وحطها في العارضه، فدي بالنسبه لي كانت مقلقه شويه. ايوه. بعديها لما كره زيزو شاطها وجت في العارضه خلاص رجعت لي تاني. والله رجعت خلاص، خلاص الماتش ده بتاعنا. هي لان هي. احنا الشوط التاني نزلنا كنا احسن ده يعني، احنا صحيح. الشوط التاني ده كنا صحيح. احسن كتير. ما اعرفش اصل في مقوله قال لك انه الزمالك كان افضل، لما قعدت المباراه 500 مره
الاهلي كان اخطر واحنا كنا اكتر وصولا للمرمى واحنا اكتر تهديدا واكتر سيطره. هو صحيح جبنا الجون بدري بتاع عمرو السليه فرحنا شويه فتقهقرنا شويه، لكن لا توجد فرص للزمالك في هذا اللقاء. بالظبط كده. نعم. يعني احنا نعم. فعلا احنا بعد ما جبنا الجون. نعم. ودي ما كانتش تعليمات موسيماني. ايوه. ان احنا نتراجع كده. احنا تراجعنا قلقنا شويه. من الضغوط اللي كانت موجوده قبل الماتش. صحيح. لكن الشوط الثاني احنا نزلنا كنا كويسين جدا. نعم. يعني احنا مستحوذين على الكوره واحنا اللي بنوصل واحنا يعني احنا دايما مستحوذين في نص ملعب نادي الزمالك. لا يعني انا كنت شايف ان الماتش هو يعني الزمالك بعد ما احنا جبنا الجون كان كويس، احنا الشوط الثاني كنا كويسين جدا. كويسين جدا جدا كمان يعني. نعم. فهم يعني علشان هم برضو يصبروا نفسهم شويه فبيقولوا كده طبعا. ده طبيعي. فبيقولوا ان هم كانوا